يا الله يا الله، شايف جار لبعدين جار لبعدين جار، امن بالله يا جار، بطلني رنعز في الضهر، طلع وين مكان، طلع جار الريحه صدق، امن بالله احنا عارفين نقعد ومنصحيين يجينا حدا وصحيين يجي نظيف، صدق بقوم كل يوم ثلاث اربع مرات بقشها بنظفها، نجس يا جار، بجوع عليك الله يا جار، بجوع عليك الله يا جار، صلح المنهل اللي جاي هوني وشوف المصور المكسور، انا والله بكفي لهون يا جار. يا عمي انت قاعد بتجوع علي، الله هذه الميه مش من عندي يا جاري. كيف مش من عندك يا جار؟ كيف مش من عندك يا جار؟ هم منين تجيني يا جار؟ ميين بين يا جار، تنزل لي من هوني، عندك المطبخ هوني والحمامات هوني مش عارف شو، ما في هوني مناهل وفي مواسير وفي ماسوره مكسوره بتنزل، هي طلع وين؟ كيف مش من عندك؟ انت حكيت لي قبل هالمره عن هذه الميه وانا فقت من عندي فيش اشي، شو اسوي لك يعني انا؟ شو يا عمي بعوضك الله يخلع لك بلاطه جنب المنهل ولاقيه من هذه، شو وين اخلع بلاطه؟ شو وين اخلع بلاطه؟ طيب يا عمي بلاط علشان ما امنع عنك المي يعني. طيب جار بيادي بصحش هيك كده جار، انا مش عارف اقعد في داري، زقت الدار واللي فيها، لا عارفين نقعد ولا ناكل ولا نشرب، والريحه والاولاد قادرين يطلعوا برا، ولا حدا قادر يروح ولا حدا قادر يجي، اجوع عليك الله، ايدي بحزامك يا جار. عمي ايدي بحزامك ولا مش ايدي بحزامك، انا شو اعمل لك؟ انا فقدت قبل هالمره، ما هذه الميه مش من عندي، شو اعمل لك يعني؟ انا توجعش راسي يا جار. لا حول ولا قوه الا بالله، تقول لي الميه ميه ميه، وجعت راسي يا زلمه. يا عمي انا والله ان اذا قدر وجع راسك وجع راسي 100 يا جار، ده انجان يا جار، والله ما قادر اقعد في داري يا جار صرت. يا عمي انا قلت لك وتضلك كل يوم تحكي لي عن الميه ميه ميه، انا فقدت الميه مش من عندي. طيب شو بدي اسوي انا هليك؟ دبر حالك، انا بعرف روح بلط البحر انا. انا ادبر حالي يا جار. دبر حالك انت، وش اسوي لك يعني؟ لا اله الا الله، هذه يا جار، هذه هي صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، انه وصى على الجار، لحتى انه قال من عظم ما سيدنا جبريل وصى الرسول على الجار، قال ظننت ان انه سيورثه، هذا هو لما قال الرسول من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر الاشراك بالله والاضرار بالناس، انا مضرور يا جار، إذا بتقبلها يا جار على حالك اقبلها علي. والرسول بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تقبلها على حالك إذا أنت يا جار تقبلها على حالك، أنا بدي أقبلها على حالي، بوعدك بقبلها على حالي. لا يا عمي لا 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 يا عمي، والله ما بقبلها علي ولا عليك، وحقك علي وحقك على راسي يا عمي، وهي بوسه راس والنبي وصى هذا العشب جار. يا عمي هذا العشب، وبوعدك وبوعدك يا جار، في خلال يوم او بكره او بعده الا تكون مسوي ولا بزع لك. حياك الله يا جاري. الله يسعدك يا جار والله يرضى عليك، هذا العشب والله يا جار. لا اخذنيش، امانه الله انك تسامحني يا جار، قبل شوي كنت معصب، امانه الله انك تسامحني. سامحك يا جار والله، بسامحك جار وعايزك، بس والله يا جار انا انضريت، وانا متاكد انك انت ان شاء الله عن قريب راح تشيل هذا الضرر. بقبل لكش الضرر يا جاري، انت جاري وعزيز علي، كل احترام لك. سامحني يا جار. سامح والله ما تاخذني. صدقوني يا جماعه الخير، انه ممكن الجار بشوف جاره اكثر ما اخوته يشوفوه او اهله او ربه، الجار لازم يدير باله على الجار. الجار وصى عنه الرسول كتير، لحتى انه الواحد يدير باله على جاره وما يزيد جاره. ياما ناس ياما ناس بصوموا وبصلوا وبقوم الليل وبصوموا النهار وبأذوا جيرانهم بلسانهم، بس بلسانهم والعياذ بالله بدخلوا النار. لذلك لازم نحافظ على جارنا، الكلمة اللي عاطلة حتى ما نحكيش على الجار، نحافظ عليه على اي اشي ما نضروش فيها. كل احترام وتقدير لأحلى جار، وديروا بالكم على جيرانكم يا جماعة الخير. حياك الله يا جار. حبيبي يا جار، حياك الله، حياك الله يا حبيبي.